كان في مرة كبيرة بالعمر عندها مرض السكري، وكل يوم تاخذ دواء السكري اللي هي حقن الانسولين، وطبعا ما بتقدر تعيش بدون الادوية. وبيوم من الايام وهي قاعدة مع بنتها اللي عمرها 17 تقريبا قدام التلفزيون، فجأة طلع اعلان لاعشاب، والاعلان بيشرح اذا اخذت هذه الاعشاب على مدار 3 اشهر تقريبا بتقدر تتخلص من مرض السكري بشكل دائم. طبعا المرأة قالت لنفسها انه والله فرصة حلوة اتخلص من المرض وارتاح، فقالت لبنتها خلينا نتصل عليهم وناخذ موعد أسرع وقت ممكن. المهم أخذوا موعد بعد يوم، وبعد ما راح اليوم وأجى اليوم اللي بعده أجت المجموعة الطبية مشان يشرحوا للمرأة إنه كيف تاكل الأعشاب وشو المواعيد اللي لازم تلتزم فيها. المهم المرأة فهمت كل شي منهم وبلشت تاخذ الأعشاب يوم بعد يوم، ما أخذ الدواء مرض السكري اللي هي الأنسولين، وبلشت المرأة تتحسن شوي شوي. وبعد ما خلصت 3 أشهر وما عاد أخذت الأعشاب مرة ثانية، بعدها بفترة صغيرة مرضت المرأة وفاتت بغيبوبة وأخذوها على المشفى، وسألوا الدكاترة بنت المرأة ليش ما أخذت الدواء تبعها، واعترفت البنت طبعا بأنه جربوا بعض الأعشاب عشان تتخلص من مرض السكري. طبعا الدكاترة طلبوا منها مباشرة أنه يشوف الأعشاب. المهم الدكاترة سووا تحليل الأعشاب، هون كانت الصدمة، الأعشاب مخلوطة مع دواء الأنسولين اللي هي بتاخده بالعادة، لهيك ما حست بمرض أو بإشي، والإعلان كان بس مجرد احتيال وكان بس همهم المصاري وما همهم أي شيء ثاني. طبعا الدكاترة بلغوا الشرطة والشرطة مسكوهم وطبعا سجنوهم أقل شيء 10 سنين بتهمة النصب والاحتيال. المغزى من القصة أنه مو ضروري تنصب على الناس وتعرض حياتهم للخطر بس عشان المصاري، وبحياتنا الواقعية كثير ناس ما بتهمها أي شيء غير المصاري، حتى لو نصبوا على الناس أو سرقوا الناس أو عرضوا حياة الناس للخطر. بتمنى انكم استفدتوا من الفيديو، وشكرا على المشاهدة، واكتب تعليق شو رأيك في القصة، واذا ما مشترك اشترك وفعل جرس الاشعارات مشان يجيك اشعار لما انزل فيديو ثاني، وبشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم.